هاي تسجيل، بلشنا بتسجيل. بسم الله، هي على مثالنا تبع المرة الماضية، نرجع نكمل هلا بس للتذكير هون عشان ما تضلش يطلع لنا ايرور على التيبل كونتنت للي بده، اذا عنده عدد الاسطر كبير خليها بدال 6 مثلا، خلي لي اياها 100 على اساس هلا، لانه احنا ما عملناهوش ميوتبل موديل يعني ينضاف عليه قد ما بدنا، نحط مثلا 100 وبحكي له ايش اي انسيرت على اساس يحطهم. اي هون بحكي له 100 كثير، مثلا هي 50، 50 بقول له انسيرت باي كلوز، خليها 50 سطر. طبعا في طريقه انه نعمله ميوتبل ياخذ قد ما بدنا، بس بدها وقت، شرحتها بالفيديوهات تبعت الفايلات، شوفوها كمان. طيب هلا هي مشروعنا تبع المره الماضيه بشكل عام بهذا الشكل، هي اللي احنا سويناه المره الماضيه. اول ما تشتغل الشاشه يعرض لي الموظفين الموجودين في الداتابيس تبعتي، حاليا عندنا اللي هو لحد الموظف الخامس بهذا الشكل. هلا بقدر اجي هون مثلا بضيف موظف، هي 6 مثلا، اسمه مثلا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، مثلا ذكر، سكان مثلا اربد، راتب الموظف مثلا 2800 ليره، بيشتغل في دائره الاي تي. بحكي له انسرت، شو بسوي؟ ضيف لي اياه. كلير، ايش بتعمل؟ ريست. وقلنا اذا اخترنا من الجدول هون اي موظف بقدر ايش اسوي؟ يظهر لي بياناته هون، اليوم بدي اكمل معاكم على الابديت وعلى ايش؟ وعلى الديليت. على الابديت وعلى الايش؟ الديليت. بتحبوا اعمل الابديت والديليت على نفس الصفحه ولا اعمله بصفحه ثانيه؟ صفحه ثانيه. طب صفحه ثانيه، هلا اذا بدنا نعمل صفحه ثانيه، طب تعالوا شوفوا والله معي عشان اريحكم فيها، عشان ما اغلبكم واخليكم ترجعوا تعمل كوبي وبيست، طلع شو بدي اياكم تسووا. يلا الكل فتحها، روح على الفريم تبعك هذا، تحكي له بدي اعمل هون منه ايش؟ كوبي، لا انسخه. ارجع على الباكج تبعتنا هاي، احكي له رايت كليك، ايش بدي اعمل له؟ بيست، يعني بدي انسخه نفسه كريفاكتور، اعاده تسميه او اعاده تصنيع. فلا هذا بدي اسميه نيو جي فريم، ايش تلقائي راح ياخذ اسم عشان ما يكونش نفس اسم هذاك، نيو جي فريم ايش؟ 1. هاي بدي اقول له ريفاكتور، فصار عندي نسخه طبق الاصل من الفورم الاولاني. هيا هون يعني لاحظ، هلا عندي نيو جي فريم 1 وعندي نيو جي فريم، صار عندي نسخه طبق الاصل منه، بدل ما عاد اعمل كوبي بيست مانيوال، هي نفسها. هلا شو بدي اسوي عليها هاي انا؟ شو بدي اسوي عليها هاي النسخه؟ مثلا كتعديل، مثلا بديش جدول، او لا خلي الجدول موجود، خلي الجدول شو ماله؟ موجود، وخلي لي كلير وهدول هون. وبدي اجي شو بدي اسوي؟ اوسع الشاشه شوي صغيره هيك وانزل هدول لتحت شوي. هدول انزلهم لتحت شوي صغيره هون، وهاي بدي ارفعها هون وهون، يعني شوف تركت حيز هون جديد، او هاي حتى بديش اياها يعني. الليبل اللي هون بديش اياه. هلا شو بدي اياكم تسووا من ناحيه جماليه عشان يعني تكون شغلنا مرتب؟ بدي تحطوا بانل، ايش بدي تحطوا؟ حط لي بانل هون، تمام؟ هاي حطيت بانل، هلا بقول لكم ليش حطيت هاي البانل، وهي عشان نشوفها هلا بس نيجي نعمل رن. اعمل لي الها بالله لاين بوردر عشان تبين معانا راوندد، وهي سماكته 2 مثلا او 3، 3 بهذا الشكل. هي حطيته، هلا بدي انقل كل هدول كلياتهم اللي هون، بدي انقلهم جوا البانل، بدل ما عاد انقلهم بايدي. طلع كيف بدي اسويها انا على السريع؟ طلعوا بالله ثاني، عندي من هون ليبل 2، بكبس شيفت وبصير اسهم الكيبورد، هدول كلياتهم لحد بتون 2. هلا هذا تحت التيبل بديش اياه، التيبل خلي لي اياه برا البني. هدول كلياتهم بحملهم، وين احطهم؟ هدول بحملهم احطهم على مين؟ على البانل، فصاروا كلهم جوا مين؟ جوا البانل. هاي ناسي اخذ ثواني، نسيت اخذ اطلع هدول، ثواني كنترول زد. استنوا مين كمان معهم؟ راديو بتون 8، هدول كلياتهم كومبو بوكسز، كلهم اخذتهم من عدا مين؟ من عدا اللي هي ايش؟ السكرول والتيبل. هدول كلياتهم بحملهم وانا احطهم جوا البانل، فصاروا جوا البانل. هلا ليش؟ هلا بفهم معي ليش، عشان اسهل على حالي. هاي البانل تبعتي هون مثلا بنزلها لتحت شوي، تمام؟ وهي بدي ارجع اضبط، لازم تحرك العناصر هاي يعني تنسقها بهذا الشكل. هلا اي عنصر يعني كل واحد منهم بس حركه حركه بسيطه عشان يرجع ياخذ بوزيشن جوا البانل، بس يعني بوزيشن جديد جوا البانل، انه يكون نعرف موقع الاثنين له كبوزيشن، بس تحريك بسيطه لو تحركه وترجعه محله. فكل واحد منهم انا حركته
يعني شكل عشان ياخذ بوزيشن مع البنيل تبعتنا. يعني لاحظ كلياتهم بتختاروا بكون عليه علامه تعجب، بس حركتهم كلياتهم. هلا لاحظ هي للتاكيد، مثلا هي هذا هون، هي هذا هون. هلا هدول كلياتهم صاروا جوا البانل تبعتي، صاروا هدول كلياتهم جوا الايش؟ جوا البانل تبعتي. طبعا ليش حطيت هيك؟ هلا بتفهم ليش حطيت هيك. هاي البانل بتحتضن كل العناصر تبعتي بهذا الشكل. او خلينا نفكر شوي، اسال خلاص. هلا طلع هون على النافيجيتر، لما نقلتهم بدل ما تظل لهم بايدي ظللت، يعني كانت البانل برا. من عند البتون ظللت كل شيء من عدا مين؟ التيبل والايش؟ سكرول تبعه كلياته من عدا، لانه التيبل بدي اياه برا البانل بس هذه. فظللتهم بهذا الشكل وحطيت، حطيتهم سحبتهم دراج اند دروب جوا البانل، صاروا كلهم جوا البانل. بعد ما حطيتهم جوا البانل اعطيته بوزيشننج لهم، يعني رجعت حركت كل واحد على اساس يعرف الكمبيوتر وين موقعه بالنسبه للبانل، لانه احنا عمليه دراج اند دروب على البانل ما بتعطيه بوزيشن. هاي درجة انسقهم مثلا بشكل ارتب بهذا الشكل هيك، هذا بهذا الشكل هيك، وهذا هون هيك، وهذا هيك. وصلنا نعرف نشوف احنا هذا هيك، وهذا هيك، وهذا هيك، وهذا هيك. هلا انسيرت هاي راح اعدلها، والبانل تبعتي هاي فيش داعي للحجم هذا كله، وهي يعني صغرتها. المهم تركت حيز وين؟ فوق البانل. تركت حيز وين؟ فوق البانل. وهون للتاكيد، للتاكيد خلي باي ديفولت هلا مع الدراج تروح خاصيه سيلكتد عن الميل، فارجع افعلها على اساس ايش ترجع؟ ترجع معنا بهذا الشكل. هل هذا هون بعض العزب فيها سلام ورحمه الله. يعني هلا هيك شكل الفورم تبعنا، هيك شكل الفورم تبعنا بهذا الشكل. هلا هون انا بدي اعمل الايديت والابديت، الابديت والايش والديليت. طب كيف اسوي ابديت وديليت؟ بدي مثلا لما ابلش، لما ابلش بحكي له بدي الموظف رقم كذا كذا كذا، بعمل له ابديت. دائما احنا بنعمل سيرش على الموظف من خلال قيمه فريده. مين هي القيمه الفريده؟ البرايمري كي، اتفقنا له الرقم. فهلا انا من ناحيه جماليه بدي اجي احط هون هاي ليبل، زي هاي هون بدي اجي احط هاي هون ليبل مثلا، وهيك بحطه بهذا الشكل. هاي هون مثلا بحكي له انتر، انتر ام لو ايش كده، ام لو اي نمبر يو سيرش هون، دخل لي رقم الموظف اللي بدور عليه، وهي عشان تشوفوا معي بحطه بولد. وقديش مثلا 18 شو؟ هاي لا مش سيرش. هلا بتفهموا علي، خليني ثاني. وهي هون بدي احط كمان تكست فيلد، وتذكروا لي شو اسمه. يعني هي هذا تكست فيلد انا عملت له دراج اند دروب، راح يكون عندي اسمه تكست فيلد 3. هذا ايش اسمه؟ تكست فيلد 3، لانه اوريدي احنا حذفنا المره الماضيه تكست فيلد 3 و4 و5 اظن او 6. هي هذا بولد وقديش 18 بهذا الشكل، هي محطوط عندي هون. وهيدا صغر شوي وافضي التكست تبعه تمام. وهيدا احط هون كمان كبسه، اي بتون هون مكتوب عليها كلمه سيرش. هيها بول، هاي كفونتون، هاي احكي له هاي بول، وحجمها 18. هلا ضفت ليبل، يعني بمعنى اخر هاي شاشتي، يعني نفس الشاشه الاولى هون. بقول له مثلا دخل لي رقم موظف، فمثلا بصير اقول له مثلا بدور على الموظف رقم واحد، بس اعمل سيرش يظهر لي هون. بس اعمل سيرش وين يظهر؟ هون. هلا بس يظهر هون بيكون عندي هون كبستين، يا ابديت يا ايش؟ يا ديليت. يا ابديت يا ايش؟ يا ديليت. بعدل البيانات، بقول له ابديت بعمل له ابديت، بدي احذف الموظف بعمل له ديليت، ايش بعمل له؟ ديليت. وبورجيني التعديلات مثلا هون اذا بدي. معي؟ اكمل ولا لا؟ طيب سويت الباتونز والهدول، يعني انا حطيتهم في بانل. واحد بيقول لي ليش حطيتهم في بانل؟ طلعوا معي. هلا اول ملاحظه، ايش هذا هون؟ تكست اريا، تكست فيلد عفوا، عشان اكتب جوا. يعني هلا هي اجين، ها احنا هلا شو بدنا نسوي؟ هي عشان تشوف معي هون، اول ما بشتغل بقول بدي ادور على موظف. كيف بدي ادور على موظف؟ من خلال مثلا رقمه، الوضع الطبيعي ادور عليه من خلال شيء مفتاحي له. اتفقنا احنا بنميز الموظفين من خلال ارقامهم. فمثلا احنا عندنا هون هاي الموظفين كلهم، فمثلا بقول بدي اظهر الموظف رقم 3،
بس اعمل سيرش ايش يطلع لي هون؟ معلومات ثلاثه بينوا عندي هون، تمام؟ بعدين هون راح يكون عندي ابديت وايش؟ وديليت، انه يا بعدل البيانات ويا ايش؟ يا بحذف. وبتسيب عندي. هلا هون اللي بدي اياك تسوي، هلا بدي من البدايه روحوا لي على السورس وروح لي على الكونستراكتور. بدي ايش احكي له؟ بقول له جي بانل 1 دوت سيت فيزابل لايش؟ ليش عملتها؟ فولس. واحد بيقول لي ليش؟ بقول له لانه اول ما ابلش يشتغل المفروض هون، طبعا انا هاي لازم اكون رفعت حاجات مع الضلع العلوي، المفروض ما في عندي موظف، بس تك بالسيرش شو يطلع لك؟ يطلع لك الموظف. فانا خليني هاي ارجع هون على الديزاين، اول شيء هاي احديها مع الضلع العلوي عشان تاخذ بوزيشننج، هاي بهذا الشكل، هاي شفته الستة هيك، لما اجي اشتغل تكون هيك الشاشه عندي، هاي الموظفين عندي هون. هلا بس احكي له موظف رقم واحد سيرش، تظهر البانل بايش؟ ببياناته، تمام؟ هلا هون شو بدي اسوي؟ وقبل ما نكمل، من المعلومات اللي لازم انت تكون زرعها بمخك، البرايمر كي تبع الجدول لا يمكن تعديله، من شروط البرايمر كي لا يمكن تعديله. يعني واحد اخر واحد بيقول لي طب تغير رقم الموظف، ممنوع، البرايمر كي لا يمكن ايش تعديله. يعني انت كطالب جامعه تيجي تقول للجامعه بدي اغير اسمي، يعني غيرت اسمك على هويه شو اسمه، على جواز السفر او على الهويه، تقدر تجيب هاي هويتك تغيره، بغيروا لك اياها. غيرت مثلا معدلي مكان اقامتي، بعدلوا لك اياها. رقمك الجامعي ممنوع يتعدل، البرايمر كي دائما ممنوع تعديله. فهذا التكست فيلد اللي هو تكست فيلد 1 خاصيه اديتبل له، شو بدي اسويها؟ ايش سويتها يا شباب؟ اديتبل للتكست فيلد 1 هذا سويتها فولس. واحد بيقول لي ليش؟ لانه منطقيا البرايمر كي ممنوع حدا يعدله، ممنوع نهائيا، ما في، من شروطه الاساسيه انه دائما لا يمكن ان يكون فارغ، لا يتكرر ولا يتم تعديله، ايش تعدله؟ بدك تعدله افتح شيء يعني تضيف طالب جديد، هيك اللي بفهمه يعني. طيب هلا انا شو بدي اسوي؟ بدي زي ما حكينا، بدي لما اكبس على سيرش يجيب لي بيانات الموظف من الداتا بيس ويعرض لي اياها هون. طيب كيف بدي اسوي هذا الحكي؟ بدي اجي اكبس هاي دبل كليك على سيرش، هاي فتح عندي كود السيرش هون، ها هاي كود السيرش، وهذا زوم عشان تشوفوا انتم معي. اول شيء انا بدي ادور من خلال الرقم، فبدي اقول للجهاز في عندي انت اسمه نمبر فاريبل، ايش اسمه؟ نمبر يساوي انتجر، هاي كلاس الانتجر، انتجر دوت بارس انتجر لقيمه الجافا تكست فيلد 3. انا عندي جافا تكست فيلد جيل، اللي يستوعب جافا تكست فيلد، ليش؟ شرط الجهاز، والله ثواني ارجع اشطب هاي، جي تكست فيلد، جافا تكست فيلد مين؟ ثلاثة أنا أجي تسلسل عندي اللي ضفته فوق البانل، دوت جيت التكست، يعني جيب لي القيمة اللي كتبتها في التكست فيلد 3، يعني هذا العنصر إيش اسمه عندي اللي بدي أدور من خلاله؟ جافا تكست فيلد قديش؟ ثلاثة. فقبل ما أبلش بدي آخذ القيمة اللي أنت دخلت لي إياها. هلا لما بتتعامل مع الداتا بيس دائما شو لازم اعمل؟ تراي وايش؟ وكاتش. ممنوع تكتب كود للداتا بيس برا تراي وكاتش، عشان اذا صار اي خلل اعطيني الايرور. هلا هون انا عشان قبل ما ابلش ابرمج في الكود المطلوب بقول له شو مسج ديالوج، شو مسج ديالوج وفوق ذس، واحكي له على الاي دوت جيت مسج. يعني اذا صار اي خلل في الشبكه على الداتا بيس وانت بتبحث لا تعمل كراش للسيستم، طلع لي شو الخطا اللي صار. طيب الواحد اوكي، دائما احنا لما بدنا نسترجع شيء من الداتا بيس بدي اعرف فيه عندي ستيتمنت اللي احنا عرفناه، او احنا عرفنا المره الماضيه ستيتمنت، هي ستيتمنت على الكونكشن تبعتنا دوت، بدي احكي له كرييت ستيتمنت. انا راح اعمل ستيتمنت جديد عندك. النتائج من جمل هلا بدي اعمل استرجاع، في عندنا ريزلت سيت او احنا ايش سميناها احنا المره الماضيه فوق، ار اس ولا ار اي؟ ار اس اكيد، افضل شيء نرجع عليه هون، هي ار اس. وين رحنا احنا؟ والله خليني عشان ما اظنش اتوه، هاي دبل كليك على السيرش، هاي هون ار اس تساوي الستيتمنت تبعتنا ستيتمنت دوت اكسكيوت كويري. شو الكويري هلا بدي انفذها؟ هذا زوم اكثر عشان تشوفوا انتم معي. هلا انا بدي اروح ادور في الداتا بيز، بدي احكي له سيلكت رجع لي كل شيء من جدول الامبلوي. اذا كتبت زي هيك سيلكت ستار فروم امبلوي، يعني شو بدي اجيب؟
تجيب كل الاسطر، انا ما بدي كل الاسطر، بدي معلومات كم من موظف، موظف واحد. طب كيف بدي اجيبه؟ بدي اقول له طبعا هون لازم هي تكتب ضمن دبل كوتيشن، تكتب ضمن ايش؟ دبل كوتيشن. هل الجافا ما بتشيكه يعني هذا المكتوب بين الدبل كوتيشن هذا اس كيو ال، ليس ضمن تعليمات الجافا، فمسؤوليه صحته علي انا انه اشيك عليه. طيب وير بدي اقول له وير الاي نمبر، الاي نمبر يساوي، عشان تشوف انتم معي دخليها على نفس السطر، يساوي وبدي احكي له القيمه اللي انا دخلتها هناك، القيمه اللي انا دخلتها هون هاي عشان تشوف انتم معي، القيمه اللي دخلتها بفاريبل شو اسمه؟ انو. فبقول له هلا هون تساوي قيمه الانو. هلا هاي الجمله راح تجيب من الداتا بيس كم سطر؟ واحد. هلا هذا السطر بيجي في الريزلت ست تبعتي، يعني خليني ارجع اصغر هاي عشان اخذ اكبر حيز من الشاشه. طيب هلا هون شو بدي اجي احكي لك؟ انا ذكي، دائما لما تعمل سيرش اذا لقيت اعرض الداتا، طب اذا ما لقيت لا تخلي الشاشه ساكته، يعني تقول لي ضل البانل مخفي، هذا احنا كمبرمجين نفهم، طلع رساله لليوزر انه الام بي از نوت فاوند. طب كيف بدي اثبت انه موجود ولا مش موجود؟ دائما المتهم بريء حتى تثبت اذا انتهى. فطلع شو بدي اقول؟ بوليان مثلا فاوند ايكوال فولس، يعني هو ليس متهم، مش ملاقيه، انا بفترض من البدايه شو ماله؟ مش موجود، هو ليس مدان. هلا وانا بكم بنفذ اذا رجع داتا من الداتا بيس معناته شو ماله؟ موجود. طب ما رجع داتا؟ طيب فبدي اقول له هنا واي الريزلت ست تبعته دوت نيكست، يعني بتجيب داتا، اذا لفت هذا اللوب لفه واحده معناته شو ماله؟ موجود. فاذا موجود فاوند شو تساوي؟ صارت ترو. عرفت ليش عرفت البوليان فاريبل فاوند؟ اذا دخلت جوا الوايل معناته رجع داتا من الداتا بيس، فقلبت الفاوند ترو. طب هلا بكمل كودها. طب اذا لفيت اللوب وما تحول، ما دخل جو، يعني اجيت على اللوب ما لف ولا لف، شو راح تضل قيمه فاوند؟ معناته مش موجود. فبالتالي بس اخلص هون ورا الوايل تبعتي، بقول له اذا فاوند ظلت تساوي فولس، هذا الموظف مش موجود، فمعناته روح طلع لي رساله جي اوبشن بان دوت شو مسج ديالوج، مسج ديالوج على ذس، قول لي ايش اكتب لي هون؟ employee is not found. قلت له يعني اذا طلعت من اللوب، يعني ما دخلت على اللوب ولا لفه، ففاوند راح تضل قيمتها ايش؟ فولس. اذا لفيت جوا منه معناته الموظف شو ماله؟ موجود. هلا لقيته، لقيت الموظف، شو بدك تسوي؟ تعال شوف معي شو بدي اسوي. بصير احكي له روح على الجافا تكست فيلد 1 دوت ست التكست، بلش اظهر لي بياناته على الشاشه من مين؟ من الريزلت ست تبعتي دوت جيت، كلياتهم خليهم جيت سترينج على اساس نرجعهم كسترينج على الشاشه للعمود مين؟ الاول. هذا اخذها كوبي. كم تكست فيلد عندي جوا البانل؟ اثنين ثلاثه، اللي هو جافا تكست فيلد 2 وجافا تكست فيلد اللي هو الخمسه، ايوه خمسه، جافا تكست فيلد خمسه. هذا ست في العمود الثاني من الريكورد ست تبعته. هلا هذا الخمسه بخليه اخر شيء تحت، ما فيش اشكاليه، يعني في اللي هو الراتب تبع الموظف هذا عادي. هلا الراديو باتون بقول له اذا كانت الريزلت ست تبعتي دوت جيت كسترينج، جيت كسترينج وين راحت؟ ريزلت ست جيت سترينج، وين راحت؟ جيت سترينج للعمود الثالث اللي هو تبع الجندر دوت ايكوالز، دوت ايكوالز كلمة ميل كان يساوي كلمة ميل، معناته روح على الجي راديو باتون 1 دوت ست سيلكتد، ست سيلكتد لايش؟ لترو. يعني اذا كان ذكر حط النقطة على الدوارة الأولى، ايلس روح على جي راديو باتون 2 دوت ست سيلكتد، ست سيلكتد لايش؟ لفولس. هذا اللي هو الجندر. بعد الجندر بتيجي عند السيتي، روح على السيتي اللي هي جافا كومبو بوكس 1 دوت ست سيلكتد ايتم بقيمه الريزلت ست تبعتي دوت جيت كسترينج العمود الرابع. هلا السيتي بعدين بعده السالري، هاي السالري هون السالري روح جافا تكست فيلد 5، هذا رجعوا هون هذا العمود الخامس. هلا السادس، السادس يا شباب بدنا نجيب اسم دائرته، فعليا في الجدول مخزن رقم دائرته،
احنا بالسادس شو بدنا نجيب؟ بدنا نجيب اسم دائرته. هلا ريكورد ست هول تبعتي هاي راح ترجع دائما كم من موظف؟ موظف واحد. هلا بس اكون وصلت لو خلص الموظف هذا، فبرجع بحكي له، هاي بحكي له نفس هذول، هات لي اياهم هون كوبي، بدي اجي احكي له هون بيست، بدي اقول له هون في هاي عاود اعملها. هلا هون بدي اجيب اسم دائرته، فبدي اقول له جيب الدي نيم من جدول الدبت وير الدي نمبر يساوي اللي هو، خلينا احطه انا دي نمبر، اعرف فاريبل اسمه مثلا ايش بدي احط لكم اياه، وير الدي نمبر اللي هو خلص صاير يساوي الريزلت ست تبعتي، الريزلت ست تبعتي دوت جيت كانتجر، جيت كانتجر اللي هو مين؟ العمود السادس، العمود السادس. فبرجع بحكي له انا كمان مره وايل الار اس دوت نيكست شو سوي؟ روح على الجافا كومبو بوكس 2 دوت ست سيلكتد ايتم يساوي مين؟ الار اس دوت جيت سترينج، الموقع واحد. هلا واحد بيقول لي شو هاي اخر وحده؟ ليش؟ اسمه الزمن، هلا بعدين خلينا. طيب هلا هون يعني هون بس هون في عندي جيت سترينج وليس جيت اسمه جيت سترينج. هاي هلا هون انا شو سويت؟ عملت سيلكت ستيتمنت اولى، هي روح جيب لي السطر كامل للموظف اللي رقمه يساوي نفس الرقم اللي دخلته. هلا بجيبه اذا انه موجود بجيبه، صرت بعدين افرض احكي له جيب لي العمود الاول من ريكورد حطه في تكست فيلد الاول، جيب لي العمود الثاني حطه في تكست فيلد 2، هلا جيب لي العمود الثالث اذا كان ذكر حط النقطه عند الميل، مش ذكر وين حطها؟ هون لازم تكون هاي تكون سوري اجل لما ننسى، اذا كانت الميل ترو على الراديو بوتون 1، اذا كان مش ميل بتكون ترو على مين؟ على الفيميل راديو بوتون 2. بعدين على الكومبو بوكس روح جيب لي المدينه من الداتا بيس وطابق لي اياها في الكومبو بوكس، بعدين حط لي راتبه نفس قيمه العمود الخامس. هلا العمود السادس هو رقم الدائره، بس احنا بالدروب داون ليست الثاني بالكومبو بوكس الثاني مش حاط رقم الدائره، شو حاطط؟ اسمها. فهلا شو سويت؟ رجعت حكيت له اقلب السلكت ستيتمنت لاني كملت كل الحقول، فضليتني على نفس الستيتمنت. لو لسه مش مكمل حقول الاستفسار الاول بغيره، يعني المفروض واحد يحكي له هاي لازم تكون ستيتمنت 1 وهاي اسمها ريزلت 6 2، لانه اذا هذيك لسه فيها داتا بعد الدي نمبر بتضيعها. فانا لا خليتها نفس الرساله لانه اوريدي خلصتها، فقلت له روح اختار اسم الدائره من جدول الديبارتمنت بشرط انه الدائره رقم الدائره يساوي قيمه العمود السادس من الريكورد 6 تبعتي، فبيجيب لي اسم الدائره وبحط لي اياهم. فكانت عبت الشاشه هيك عندي. هلا عشان تشوفوا انتم معي هاي، ها هاي هون طبعا، ثواني ثواني، في شيء اهم شيء نسيته. هلا اذا موجود، اذا موجود حط لي انه موجود، وكمان البانل مش احنا اخفيناها جي بانل 1 دوت ست ست فيزابل، ست فيزابل لايش؟ شو بدك شوي لهون؟ يعني انا بس ابلش ادور اذا لقيته مش البانل مخفيه ارجع ايش سوي؟ اذن لي يعني. هاي شفت اف 6 عشان تشوفوا انتم معي. فمثلا هلا هاي داول، داول بدي الموظف رقم واحد، سيرش شو قال لي انكاونتر ام بي لاين 1 ولا 10، هات نشوف في عندي غلط في السلكت، هات اشوف وين واحد سلكت ستار، سلكت ستار فروم، انا ناسي ايش احكي له هون كلمه ايش فروم الاي ام بي وير الاي نمبر كذا كذا كذا. هاي شفته اف 6 عشان تشوفوا انتم معي. هاي مثلا تقول الموظف رقم واحد سيرش، شو طلع لي برضه في عندي غلط في السلكت ستيتمنت لاين 19، هلا بشوفها هي هون. هلا لاحظ هي جاب لي باسم ميل يعني طابق عليها داره 101. هلا هون طب اشوف والله ثواني، هي رقم 2 سيرش اعترض على السلكت ستيتمنت الثاني. هلا لاحظ الدائره رقم 2 على السلكت ستيتمنت الثاني، اشوف شو كاتب انا سلكت الدي نيم برضه نفس كلمه ايش فروم. هلا شفتوا الستة هي عشان تشوفوا انتم معي.
مثلا هون بدل ما عاد اختار من الجدول، هون عاد اختار من البول، بدي الموظف رقم مثلا ثلاثة، ثلاثة يا قبل ما بصير شيء، ثلاثة ياسر ميل جرش 1800 دائرة 105 اللي هي الاي تي. لما اعمل سير شو اللي ثلاثة ياسر ميل جرش 1800 وايش؟ اي تي. مثلا قلت له بدي الموظف رقم أربعة، هات نجرب هاي أربعة سيرش، شو طلع عندي هون؟ هاي بيانات اللي أربعة روان في ميل جرش مثلا 1800 مثلا دائرة 104 اللي هي ايش؟ ماركتينج. فهلا هيك انا بعمل سيرش من خلال قيمة شو مالها؟ فريدة. هلا شو بدي اسوي كمان؟ بدي احط هون كبسة هاي الانسيرت اقلبها ابديت، وهاي ايش تصير؟ جديد. هلا اذا واحد اجى عمل ابديت، شو يعني ابديت؟ يعني بعد ما عرضت موظف رقم أربعة مثلا، والله روان رحلت من جرش لوين صارت؟ عمان. والله راتبها رفعوا لها راتبها صار 2000 ليرة وانتقلت لدائرة السيلز، فتعدلت معلوماتها. بس اكبس ابديت بدي اياه ايش يسوي؟ يسيب الداتا هاي وين؟ على الداتا بيس. فكيف بدنا نسوي هاي؟ نرجع هون على الديزاين. هاي الكبسه بديش اشطب كودها، راح استغله. فبدي احكي له ايديت تكست، شو بدي اسميها؟ ابديت. خلي الابديت يعني هي فعاله هون. تمام. وهيدا ارجع على السورس كود تبعها. بالابديت نفس الفكره، بدي احكي له خذ القيم تبعوني، كل شيء من هون عبيته خذ لي اياه. هلا اللي بيختلف الابديت شو بتفرق عن الانسيرت؟ الابديت في الاس كيو ال او اوامر الاس كيو ال هم زي ما حكينا اربعه. ايش غيرهم؟ هاي عشان كيف تقول معي اوامر الاس كيو ال هم اربعه دي ام ال. شو هم الاربعه دي ام ال؟ في اول واحده اللي هي ايش؟ الانسيرت اخذناها المره الماضيه. في بعمل ابديت، في ديليت، وفي ايش؟ سلم. هلا سلم تقريبا نصف ساعه. هلا الابديت كيف الابديت؟ كيف تعمل ابديت؟ فتطلب كلمه ابديت. ابديت اللي هو مين مثلا؟ اسمه الجدول. فمثلا انا بعمل على الجدول الموظفين، راح احكي له ابديت مين؟ دي ام بي. شو يعني سر؟ اضبط العقول. اذا عدل على هذا الواحد ولا عليهم كلهم، انا متيح لليوزر عدل عليهم كلهم. مجال فبكمل على نفس الصفر، قول سيت النمبر يساوي القيمه اللي بدك اياها، فمثلا اغير رقم الموظف مثلا لكم نيم او ايميل، عفوا اسم الحقول اي نمبر ايميل نيم مثلا ل اي شيء كسرينج مثلا يكون بين ايش؟ ابسطو الجندر، جندر مثلا ده ايميل، كلمة ايميل سنة. بعدين بكمل هاي بقول سيتي ابو سلم، سيتي لعمان مثلا. بكمل بعدين السالري، سالري مثلا يساوي مثلا 2000. الدي نمبر بحكي له لا في معين مثلا 101. هاي الابديت، الابديت ده بحكي له ست من الجدول، بحكي له ست هذول. هلا اذا بكتب زي هيك بوقف بكون غلطت غلط قاتل. بحب له شو غلط القاتل؟ هيك بحكي له يعني كل اسطر الجدول اللي بتصير بياناتها بهذا الشكل. اهم شيء تكمل بعد ما تحكي مين بدك تعدل، بحكي له وير وير، بحكي له مثلا في نمبر مثلا مسمى خمسه او ثلاثه او كذا، عشان ما يعدلهم مش كلهم. بدي اعدل بس واحد منهم، ما تنسوش الوير. هلا احنا كود الابديت هو مش كود الانسيرت، يعني ارجع جيب لي كل شيء انكتب على التكست فيلد 1 على التكست فيلد 2، وشو اخترت من ريجو باتون، شو اخترت من كومبو بوكس، شو كل شيء اخترته من هون جيب لي اياه. وارجع جيب لي الدي نمبر مثلا من هون، هاي دي ان جيب لي اياه هون جابه، اشوف والله هاي جاب الدي نمبر وحطه في دي ان او. بعدين اجينا هون جبناها، بعدين هون عند جمله الانسيرت هاي بدها تختفي، الكوماند تبعي بده يختفي، بدال الانسيرت شو بيصير؟ ابديت. طب هلا طالما بدي ارجع اشطب كل هدول عشان تكون انت معي، عشان تكون انت ايش؟ معي. شو بدي احكي له بدال الانسيرت؟ شو بدنا نقول له هلا؟ ابديت مين؟ انو جدول؟ الاي ام بي. بدك تحكي له ست اضبط الحقول. كيف؟ الاي نمبر يساوي قيمه الاشي اللي ادخلته على الشاشه. هون هاي صحه الجمله هاي بدي اكتبها علي انا مش على الجافا، لانه هذا اس كيو ال. زائد مين؟ زائد النمبر الحالي. بعدين ادمج لها فاصله
نيم او الحقل اللي اسمه اي نيم يساوي اي شيء ينكتب بين سترينج، شو بنحط في بدايته؟ ابسترف علويه مدمج له النيم كفاريبل، او انزلها على سطر جديد هاي عشان تشوفوها، هاي بزيحها لهون عشان تشوفوها معاي. النيم مدمج للنيم بين دبل كوتيشن ابسترفي فاصله كلمه، هلا اللي ورا النيم جندر يساوي ابسترفي بهذا الشكل بلس قيمه الجندر فاريبل مدمج الها دبل كوتيشن ابسترفي بعدين فاصله عندي السيتي تساوي ابسترفي مدمج الها السيتي فاريبل مدمج الها بين دبل كوتيشن ابسترفي بعدين فاصله سفليه بعد السيتي احنا شو في عندنا سالري يساوي مدمج الها، هي بنزل على سطر جديد هون مدمج الها سالري فاريبل لانه سالري قيمه رقميه ما حطيته بين ابوستروفي، مدمج الها بين دبل كوتيشن فاصله بعد السالري شو في عندنا دي نمبر تساوي ومدمج الها دي نمبر. ذكرتني كويس. هلا هاي الجمله اللي انا كتبتها من هون لهون هاي الجافا ما بتشيكها، يعني صحتها عمين علينا احنا. شو قلت له؟ قلت له ابديت جدول الام بي ست حقل الاي نمبر بالنمبر اللي انكتب على الشاشه، ما انه احنا عملناه اديتبل انه ايش؟ مش اديتبل. هلا بقدر استثنيها هاي، يعني بديش هذا اذكره خلص بشيله، يعني بذكر هذا لحد بقول له بلش من عند الاي نمبر واشتغل اي نيم عفوا واشتغل، لانه النمبر ما بدي اعدل، فببلش مثلا من الاي نيم. الاي نيم يساوي النيم، جندر يساوي الجندر دخلته، السيتي تساوي السيتي اللي دخلتها، السلر يساوي السلر دخلته، وهكذا. هاي استثنيت الاي نمبر لانه منطقيا ما بصير اعمل ابديت لمين؟ لا الهاي. هلا بس تخلص تطلع لي مش قادر، ايش يطلع لي؟ ابديتد، واعمل ريست للداتا، فضي الداتا اللي تعبت واعمل لي ايش؟ فيل تيبل. تعال هات نشوفه، هاي شفته وش سبته. تعال نشوفه. اول شيء مثلا بدي ادور على موظف مش موجود، مثلا بدي الموظف رقمه 500، في عندي موظف رقمه 500 سيرش، شو قال لي؟ امبلوي نوت فاوند. قلت له اوكي، طيب عندنا الموظف مثلا عم يدعدل، دعدل على مثلا موسى، هاي موسى، هاي معلومات موسى، فبدي اقول مثلا رقم 5 سيرش، لا رقمه ما بقدرش اعدل لانه هذا هاي لاحظ هون نت اديتبل، نت ايش؟ اديتبل. طيب والله شو اسمه؟ اسمه موسى 123 دعدله، وهو ميل، خليه ميل، وهو سكان جرش صار، راتبه بدال 2500، لا يا عمي هذا اخذ بوزيشن جديد قديش؟ 600 دينار، في صار يشتغل وين؟ في الاتش ار، هي لاحظ قبل ما عدل الداتا، هي بياناته، بدال موسى، موسى 123 ميل ضله، او خلينا نقول له مجازا في ميل بس عشان نشوف اذا بتتحدث ولا لا. ابديت، شو صار؟ طبعا لاحظوا هاي الغلط القاتل اللي سويته. الوير مش محطتها، شو صاروا كلهم؟ الوير عندي ضربت، وين الوير؟ وير 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 وير؟ وين راحت الوير؟ حطيتها على اللحمة، كتبتهاش هون. شو سوى كل الداتا؟ هلا إذا اضطر أدخل على الداتا بس إيش أسوي؟ أعدلها. فلهون هون نحكي له وير، نسيت هاي، هذا اللي كنت أحكي عنه. أنا بحكي لكم إياها نسيتها أنا. وير الإي نمبر يساوي النمبر اللي دخلته على الشاشه بهذا الشكل، ثواني عشان يعني اعدلها. شو هو؟ هلا هو بالفور، بس خليني ادخل على الداتا بس اعدلها. هي هون شودا، او خليني احكي لك، هي هون شودا، هي هاي زوم، هي هون شو داتا، هاي الام اي فيو داتا. هلا انا اطلع شو صاروا كلياتهم، شايفينهم؟ لاني ما حطيتش وير. هلا كلهم تعدلوا الا الايش؟ رقم. فمثلا اذا ارجع احكي هذا باسم، تمام؟ هذا موسى، هذا مثلا ياسر، عشان هيك بيكون حذر الواحد ويشتغل في الداتا بس. متخيل عندي انا مثلا لمليون رو، طبلت الدنيا، شو بدي اضطر اسوي؟ بدي ارجع اخذ من الباك اب، اعمل ريستور للداتا القديمه اللي معمول لها باك اب، عشان هيك دائما لازم نعمل باك اب. مثلا هي هون منى، هاي هون مثلا هالة، هاي هون مثلا روان،
طيب هلا هون نيجي نحكي هذا ميل، هذا ميل، وهذا خبر، هاي ميل، الباقي ضل في ميل. هذا مثلا سكان عمان، هذا سكان إربد، هذا سكان مثلا مادبة، هذا سكان جرشقة اللي هذا مثلا عمان، وهي هذه مثلا جرش حسب المثال. الراتب هذا مثلا 1600، هذا 2600، هذا مثلا 3600، هذا 600 خليه، هذا 1200، وهذا مثلا 850، هذا بالدائرة 101. هاي شفتوا الغلطة البسيطة اللي أنا غلطتها، هاي 102، هاي 101، هاي 103، هذا 104، هذا 105 مثلا. هي حدثت الداتا في الداتا بيس. هلا كل هذا التعديل لاحظ بالاخضر لم يتم تسييبه الا اذا ايش عملت له هون؟ سيبته، خلصنا من الداتا بيس بسكرها، هاي برجع على شاشتي قبل ما نكمل وير الاي نمبر سوا يشغل. هلا نرجع نشغل هاي، بسم الله نقول بسم الله، او هاي شفته في 6 عشان تشتغل الفورم تبعنا. هاي هون مثلا اجيت قلنا زي ما حكينا، مثلا هاي نيجي وين راح موسى، هاي موسى رقم 2، ايوه رقم 2، قلت له سيرش. مثلا اجينا قلنا موسى بسميه موسى 1 2 3، ده اللي بيمشي له في ايميل، سكان عمان، راتبه مثلا 500 دينار بحطه، بيشتغل في دائره الاي تي. ابديت شو صار؟ طب عاودت رجعت عملت، المفروض هلا منطقيا طلع طبعا بعد ما عملت ابديت شو صار؟ فضت الشاشه. هلا لو رجعت عملت سيرش مره ثانيه هيجب بهون، قلت له لا يا عم خليه ايميل واعمل له ابديت شو صار؟ الابديت شو مالها؟ هلا انت هلا لما نيجي نعمل تيستينج زي هيك ما بنكونش نشتغل على داتا حقيقيه، بكون في عندنا داتا تجريبيه، فاحنا هاي الداتا التجريبيه اللي كانت عندنا. هلا بس اتاكد 100% بس مع الداتا بس. يس مزبوط. انت وانت تبرمج او انت عم تبرمج للشركه، انت هاي مش الداتا تبعت الشركه لسه، بتكون تحط داتا تجريبيه وتتاكد تفحص كل شيء عليها، بعدين تروح تسلم المشاكل كلهم بلش دخل. تمام؟ فلا هي عملت سيرش على هذا. طيب هلا هي سيرش مثلا لو اجيت قلت له مثلا موظف رقم 4، هي طلع لي معلومات موظف رقم 4، بدي اعدل اي شيء فيها، مثلا تحكي هاي سكان عمان مثلا وراتبها يا عمي هاي 1300 وبتشتغل في دائره مثلا ماركتينج، ابديت شو صارت هاي؟ هاي منى بهذا الشكل. وصلت؟ طبعا هون اذا كبست على هون برضه ايش بيسوي؟ بصير يعرض لك البيانات تبعتك وتعدلها زي ما بدك. هلا هي عملت الابديت، شو بدي اعمل هلا؟ ديليت. هلا هذا وقفها، الديليت هي نفس كودها، او حتى تطلع معي ها هاي ده ارجع هون على الديزاين، هذا بقول له كلير، هاي تحكي له اديت تكست، شو بتسميها؟ ديليت. ديليت شو بتسوي؟ تحذف. طيب قول لي واحد، طيب كده برمج ديليت؟ احنا المره الماضيه ديليت كنا مبرمجينها يا ريست داتا، احنا بدناش يا ريست داتا، بدي اياها ترجع من الداتا بيس، فهي كودها نفس كود الابديت بس فيش فيه هذا الهيدك تبعنا. وين كود الابديت؟ هاي برجع على الابديت، هاي دبل كليك عليها، بدي اخذه كله، طبعا راح استثني هلا 90% من الكود. نفس كود الابديت، بدي اخذه كوبي من عند ترايل عند الكاتش، هاي بدي اخذها عشان ما اغلبش حالي، بدي ارجع هون هاي على الديليت. على الديليت هون بدي ارجع احط نفس الكود، لا راح ولا اجى، بس في الديليت انا ما باخذ الداتا اقعد شو اسمه اعدل عليها. شو بدي اسوي في الديليت انا؟ علقت الماوس. هاي بديش اياها، وهاي بديش اياها، وهاي بديش اياها. طيب ثواني بالله، ثواني شطبت النمبر، بدي النمبر هذا، بس النمبر اللي بدي اياه، هذول بديش اياهم. بعدين اهو الماوس تبعتي خربان انا. طيب هاي من هون الكيبورد، هدول كلهم بديش اياهم بالديليت، بالديليت لان انا ما بهمني شو عدل القيم، انا خلص بحذف الموظف رقم هالقد بس، يعني بدي اجيب بس مين؟ رقم الموظف من التكست فيلد الاول اللي انت واقف عنده، بدي احذفه. فبدي احكي له هلا تعمل جمله، هلا هاي الجمله ما بكونش اسمها ابديت، يعني السنتكس تبعتها مش ابديت. الديليت كيف السنتكس تبعته؟ بحكي له بدل ابديت شو بحكي له؟ ديليت فروم الاي ام بي، اذا وقفت لحد هون شو معناته؟ احذف كل الاسطر. هلا عشان ما احذف كل الاسطر بقول له وير، وير الدي نمبر
يساوي، او مش الدي نمبر، هو الاي نمبر يساوي اللي هو النمبر اللي دخلته على الشاشه. هلا هون بحكي له اكسكيوت كويري سي ام دي، وقول له هون بدال شو اسمه، بدال ابديتد ايش؟ ديليتد. بس هلا راح تواجهني مشكله، هلا بتشوف معي لحد هون. هلا بالديليت بس بهمني احدث من خلال مين؟ اعرف رقمه. مجرد ما عرفت رقمه بقول له روح على جدول الامبلوي احذف السطر الاي نمبر تبعه يطابق الرقم اللي انا دخلته. فهي شفته في سته، طلع والله معي منيح. مثلا بدي احذف الموظف، مين اخر واحد ضفناه؟ هي روان رقم سته. فقال له هنا رقم سته سيرش شو طلعت عندي؟ روان. هلا قلت له اذا بدك تعدل تعمل ايش؟ ابديت. بدي احذف، شو بقول له؟ ديليت. شو صار؟ حذفه طبعا. ليش ما طلع؟ ليش طلعنا احنا مسج ولا شغلت انا؟ طب هلا لاحظوا ان ظلت روان موجوده. هلا هون بدك تعمل ريفرش للصفحه، يعني بدي ارجع اعمل شيفت وش سته اتاكد. هو انا بس اجي ارجع، هاي دا اجي انزل تحت هون، هاي لاحظوا شو صار رقم سته؟ راح. هلا هون بدك تعمل ريفرش للجدول. احنا عاملين جدول مش على تيبل موديل ميوتبل، يعني اعمل ريفرش لحاله ام ميوتبل. فبدي اعمل انا تريك بسيطه، لانه احنا يعني احنا اشتغلنا ما عملناش جدول قابل للتعديل. برجع كود الديليت، على كود الديليت هون بدي احكي له هون مش اطلع على الليبل ديليت، روح على طلع لي هون جي اوبشن بان، جي اوبشن بان دوت شو مسج، شو مسج ديالوج على الديس، قول لي امبلوي از ديليتد، امبلوي از ديليتد، تم حذف الموظف. طبعا الذكي بيقول لي احط رساله كونفيرم دو يو ونت تو ديليت يس ولا نو، بقول له بصير. هو بيقول لي لا خلص مو بدل كبس ديليت على الاكيد اعمل ديليت. هلا ريست داتا، هلا طلع شو بدي اسوي هون، عشان ترجع الشاشه عندي تعمل ريفرش، لانه الموديل تبعنا مش ميوتبل، ام ميوتبل اسمه، لانه مضبوط من البدايه. شو بدي بحكي له هون؟ بدي اقول له ذس دوت ديسبوز، شو يعني بشاشتنا اسوي؟ سكرها وارجع احكي له النيو، ايش اسم شاشتنا؟ نيو جي فريم 1 دوت سيت فيزبل لايش؟ لترو. هاي كتريك عشان تحايل على الجدول تبعي، لانه الموديل تبعه احنا حطيناه فيكس لما ضبطناه. تعالوا شوفوا معي هلا، هذا ارجع اعمل رن. بقول له مثلا بدنا نحذف انا موظف مذكر، هاي خمسه، هذا بس له خمسه، خلينا نحذف من الاخر. سيرش هاي لقى خمسه. ديليت شو قال لي؟ امبليز ايش؟ ديليت. هلا طلع شو بصير التريك اللي انا سويتها. بعد الجي اوبشن بان قلت له ذس ديسبوز، يعني الشاشه راح ايش تسوي؟ تروح ويرجع عاود يظهرها مره ثانيه. فشو صار عندي هون؟ لاحظ هيدا انزل في الجدول، شو صار في الموظف الخامس؟ راح. هذا الجدول مش الميوتبل، لو بنشتغل احنا على تيبل ميدل ميوتبل ديفولت تيبل ميدل اللي بصير ايش ماله؟ يتحدث احسن، او هلا بسوي لكم اياه على السيرش. هلا بسوي لكم اياه على السيرش. هلا هون هيك بهذا الشكل، هي علمتكم بالفريمين هذول انه كيف تعمل انسيرت، كيف تعمل سيرش، كيف تعبي جدول مثلا ترجع عده خيارات اللي هي سيلكت، كيف تعمل انسيرت، كيف لما تختار من جدول ترجع ترجع داتا، كيف تعمل ابديت، كيف تعمل ايش؟ ديليت. هلا بدي اعمل كمان شاشه، بدي اعمل كمان شاشه، هاي شاشه جديده مثلا عشان اورجيكم الميوتابل تيبل موديل كيف بكون احسن لي، بدل ما اقعد اعمل ديسبوز وكذا كذا. بس هذا له نيو جي فريم فورم، هذا العلم بالشيء لكم انتم تضيفوه كمان على مشروع ما فريم اثنين. مثلا انا بدي اعمل سيرش من خلال الجندر، من خلال مين؟ الجندر. فمثلا هيدا اروح على النيو جي فريم 1، هيدا ارجع الديزاين هون، خلينا ناخذ والله هي هذا وهذا وهذا، انا بدي اخذهم كوبي من هون واحطهم هون، هاي بيست تمام، هاي بحطهم بهذا الشكل تمام، وهي بحط لهم طبعا البتن جروب ما نسختهاش، هي بحط بتن جروب هون، بقول له هذا وهذا حط لهم بتن جروب، تكون بتن جروب ايش 1، وبدي احط هاي هون، هاي هون بحط بتن ايش اسمه، هاي سيرش تمام. بدي اعرض مثلا الذكور او الاناث، بعرض مثلا بدي اصير اعمل سيرش، اعمل السيرش للذكور او الاناث، هاي حطيتها. هلا النتائج هاي بالميل وفيميل مش راح يرجع موظف واحد، ايش راح يرجع؟ اكثر من موظف. فافضل شيء تضيفه ايش؟ جي تيبل. ايش تعمل؟ تحط هون جي تيبل عشان يعرض لك النتائج. طبعا وبقدر اسوي زي المره الماضيه بس بكونش ميوتابل،
كونش يعني يتكبر ويتضغر ويعمل ريفرش زي ما بدي. انا بضع هذه هاي لاسفل، بعدين هاي اسفل الشاشه، وهذول بالله خليني اضغط شاشتي اطلع لحد هون هيك مناسب. هي هيك طلع والله معي. هلا هون ميل وفي ميل، اخترت ميل وعملت سيرش بطلع لي الدكتور، اخترت في ميل وعملت سيرش شو بطلع لي؟ الاناث. طيب هلا الجدول هذا طلع كيف بضبطه برمجيا واعمله ميوتابل تيبل موديل. فلا هون بدي اجي على السيرش، اي على السيرش اجي احكي له على السيرش، او طلع والله معي هون هون بدي اجي اول شيء عشان اوريك كيف الجدول بضبطه. بدي اجي احكي هون طلع على على الكونستراكتور بدي اضبط الجدول برمجيا. فطلع شو بدي اسوي؟ بحكي في عندي سترينج اري اسمها هيدر، هيدر اللي هي ترويجه الجدول. شو هي ترويجه الجدول تبعتي؟ هاي هون بعمل هاي الها عشان تشوفوا انتم معي. هون بدي احكي له في عندي العمود الاول ايش اسمه؟ نيم. العمود الثاني شو، عفوا العمود الاول نمبر، نمبر. هون العمود الثاني مثلا ايش؟ نيم. العمود الثالث مثلا ايش نحكي؟ العمود الثالث ايش كان؟ جندر. العمود الرابع مثلا سيتي. اما بتعمل هيك او بتعمل زي ما عملنا باول محاضره في الداتابيس، هيك افضل. ليش؟ هلا بتشوف ليش افضل. وبعد السيتي شو في عندنا؟ سالري. بعد السالري في عندنا ايش؟ دي نمبر. هاي دي نمبر بهذا الشكل، هاي ترويسه الجدول تبعي. هلا هون شو بدي اجي احكي للجهاز؟ بدي اقول له في عندنا هون اوبجكت، اوبجكت اسمها مثلا داتا، وهي تو دايمنشنال اري، وتساوي نيو اوبجكت، وهي اري فيها صفر سطر في البدايه، وكم عمود جدولي فيه؟ سته. معي؟ فانا دائما الجدول فيه له ترويسه، فيه له ايش؟ داتا. طيب والواحد، طيب اوكي هلا هون بدي اعرف، لاني بفهم بدي اعرف تيبل موديل جلوبال. ليش؟ لانه هذا التيبل موديل بيتاثر عند التشغيل، بيتاثر عند كبسه السيرش، فبيتاثر من كم ايفنت؟ تنين. فعشان يشوفوا التنين شو عرفت هون؟ قلت له في عندي ديفولت، ديفولت داتا او ديفولت تيبل، داتا تيبل، ديفولت داتا تيبل موديل او ديفولت، نسيت كيف كنا نعرفه، ديفولت تيبل موديل. ايش هي ديفولت تيبل موديل؟ اسمه مثلا دي ام مثلا، ويساوي نيو، او خلاص بس ديفولت تيبل موديل بهذا الشكل. هلا هون هون على الكونستراكتور بقول له الدي ام تبعي ديفولت تيبل موديل، هذا الديفولت هذا يساوي نيو ديفولت داتا موديل، تيبل موديل بالداتا تبعتنا، الداتا تبعتنا فاصلة بالهيدر. هلا واحد بيقول لي شو هذا؟ هذا عرفت داتا موديل عندي للتيبل. هلا بحكي له روح على جي تيبل 1 ست الموديل تبعه، ست الموديل تبعه بي ايش؟ بدي ام. يعني هلا بكل بساطه بس اعمل رن، شو صار جدولي هون؟ هلا المره الماضيه ضبطناهم يدويا، مش دخلنا ورحنا على كلهم سميناهم. هلا هون ايش ضبطهم؟ برمجيا. طب كيف ضبطهم برمجيا؟ هذا ميوتابل، هذا بقدر كل شوي اضيف عليه ويعمل ريفرش فيه. هلا هون الديفولت تيبل موديل تبعي، تيبل موديل يتكون من شغلتين، ترويسه الجدول والداتا تبعته. فاول ما اشتغل في عندي داتا مبدئيا لسه ما عملت سيرش انا، فالداتا شو مالها؟ فاضي. فعرفت كم سطر للداتا؟ صفر. كم عمود دائما في عندي؟ سته. طيب ففهمت الموديل انه خذهم من هذول. وهي من ناحيه جماليه، روح على الجي تيبل 1 دوت جيت الهيدر، جيت الهيدر، جيت تيبل هيدر تمام دوت ست الفونت، من ناحيه جماليه ست الفونت تبعه بنيو فونت، ومثلا اعطيه مواصفات زي ما قلنا مثلا المره الماضيه، مثلا تهومه ويكون بول، وقديش حجمه مثلا 18، و روح على الجي تيبل 1 دوت ست الفونت تبع الكتاب الموجوده للنيو فونت، برضه نفس الشيء مثلا تهومه، تهومه وبول، ومثلا برضه 18. وبحكي له جي تيبل 1 دوت ست الرو هايت
الرو هايت مثلا ل 25 عدد، انا شايفها 25 بكسل. على هذا الحكي شو معناته؟ بس شو سويت في ترويج الجدول؟ كبرته. طبعا اذا بدك انت ارجع على الديزاين كبره بزياده شوي عشان ياخذ على يعني حيز الاعمده بشكل ايش؟ انسب. بهذا الشكل هي طلع عندي هيك الجدول تبعي. هلا شو اللي بده يصير؟ بده يصير عندي بس اكبس على سيرش بده يروح يسترجع الداتا من الداتا بيس وين يحط لي اياها؟ في التيبل تبعي. بطلع على شو بدي اسوي، بدي اجي احكي له على سيرش، هي على سيرش تبعته. بدي اقول له اول شيء الفلتره تبعتي بتتم من خلال الراديو بطن، فبدي اعرف هون عندي سترينج اسمه جي ويساوي، انا ذكي يا عم ما بحبش اشتغل شغل غبي، تفترض من البدايه ان اليوزر شو مختار؟ ميل، انت بكون مختار في ميل اذا كان جي راديو بطن 2 دوت از سيلكتد، معناته ايش اليوزر بكون مختار؟ شو بصير قيمه الجي؟ بصير ولا بصيرش؟ لا ما عاد احكي له اذا بختار الراديو بطن واحد معناته حطه ميل، اذا بختار ايلس حطه في ميل، انا نفس الفكره، قلت له من البدايه افترضوا انه ميل، اذا كان راديو بطن 2 سلكتد معناته ايش صار؟ في ميل. طيب هلا ماشي بقول لي واحد، طيب حلو تراي وكاتش لاني بدي اشتغل على الداتا بيس. طيب بقول لي واحد حلو يلا نشتغل على الداتا بيس. شو بدي اسوي؟ بدي اجي احكي للجهاز في عندي ستيتمنت. في عندي ايش؟ هلا انا ما عرفتش الستيتمنت. هلا وكمان لازم اعمل كونكشن. نسيتهم. طب نروح على الفريم لاب هاي على السورس. فشو بدي اسوي؟ بدي اطلع فوق 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 عشان اشبك على داتا بس اطلع بسكول لفوق هون. بدي اجي احكي له بدي هدول الثلاثه، بدي كونكشن وستيتمنت واكشن ريزلت. حط لي اياهم هون تحت التيبل الموديل. هاي حطيتهم اعمل امبورت لكلاساتهم. بعدين اول ما تبلش في الكونستراكتر نفس الشيء اعمل كونكت على الداتا بيس اللي هيها هون. هذول بس هاي الكونكت على الداتا بيس تبعتنا، هاي الكونكت او خلينا ناخذها وبس طب من هناك. هاي هذه كوبي تعلي هون على هاي، بعد ما ضبطت الجدول اعمل دراي كاتش واعمل اوكي. هلا هذا التيبل والكومبو بوكس هذول خلص شلناهم هون، وهاي بديش اياها، وهاي بديش يضل يعطيني رساله حتى اني كونكتت، اذا صار خلل بس اعطيني رساله. هلا هون حكيت له اول ما نبلش اشبك على الداتا بيس من خلال الدرايف مانجر تبعنا باليوزر نيم والباسورد التالي، اذا صار اي خلل اعطيني رساله، ما في خلل لا تعطينيش رساله. طيب هلا رجعنا هون، قال له تراي كاش تعال على الداتا بيس، روح على الستيتمنت تبعتنا تساوي على الكونكشن تبعتنا دوت كرييت، كرييت ايش؟ ستيتمنت. اعمل لي ستيتمنت بهذا الشكل. بعدين ستيتمنت تبعتنا او في عندنا ريزلت تبعتنا، راح نيجي على الستيتمنت تبعتنا دوت اكسكيوت كويري. اكسكيوت وين اكسكيوت كويري؟ اكس طلعنا اكسكيوت كويري، هاي اكسكيوت كويري. شو اللي كويري تبعتنا؟ هلا هون انا بدي بناء على الجنس الموظف رجع لي الموظفين الذكور او الاناث. فشو بدي احكي له؟ بحكي له سيلكت ستار فروم الاي ام بي، هاي شو بترجع؟ كل الموظفين. بديش انا اقول لهم وير انو الحقل اللي عليه الشرط الجندر يساوي بين ابيستروفي بلس جي بلس ابيستروفي عفوا بلس بين دبل كوتيشن ابيستروفي علمية. شفتوا السلكت ستيتمنت اللي حطيتها؟ هاي بحكي له جيب لي الاسطر من جدول الامبلي بشرط انه الجندر تساوي قيمه الجي، الجي راح يكون يا ميل يا ايش؟ يا فيميل. فبجيب لي كل الاسطر اللي عندهم ميل او فيميل بنحطه في الريزلتس تبعته. طبعا هاي هون عشان ما انساش دي اوبشن بان عشان اذا صار اي خطا عندي في الاس كيو ال دوت شو مسج يطلع لي مسج ديالوج مثلا على الديس على الاي دوت جيت مسج. جيت مسج هلا هون بدي اكمل هيدا ارجع على هاي. بعد ما عملت الريزلتس تبعتي شو بدي اجي احكي له هون؟ بقول له وايل الار اس دوت نكست بجنه انت. طلع انا كيف بدي اشتغل باسلوب ذكي. هلا بدي اشتغل على التيبل موديل مباشره بدل ما اقعد اعمل ست فاليو ست فاليو ست فاليو زي ما عملنا في اول وحده في الفيل تيبل، من هيك عادل زي الفيل تيبل بس على الموديل تبع التيبل اللي احنا بدناه يدويا اللي هو على بناء اختيارات اليوزر. هلا انا عملت تيبل موديل يعني ميوتبل بقدر اضيف عليه كل شوي زي ما بدي. فطلع شو بدي اسوي هون؟ بدي اقول في عندي مثلا اري من نوع ايش؟ اوبجكت اسمها مثلا رو، ايش اسمها؟ رو وهي اري.
وتساوي. بدي افتح براكتس هون، الاري لما بدي اعبيها بفتح فيها ايش؟ براكتس، بقول له روح على الريزلتس تبعتي دوت جيت كسترينج، كلياتهم مش بعملهم جيت كايش؟ جيت سترينج، لانه عمود الاول اللي هو رقم الموظف فاصلة. خلينا ناخذ هاي كوبي كوبي هاي بيست، بدي اجيب كمان العمود الثاني، بعدين العمود الايش؟ الثالث، بعدين العمود الرابع، بعدين العمود الايش؟ الخامس، بعدين العمود السادس، وبعد السادس فيش فاصلة. فأنا عملت one dimensional array of objects، مشان الريزلت ست تبعتي ترجع لي سطر او ريكورد، جيب لي العمود الاول حطه في الخليه الاولى من الاري هاي، العمود الثاني في الخليه الثانيه من الاري هاي، وهكذا اي ون دايمنشن الاري. بعد ما خلصت هاي، لا واحد بيقول لي ليش عبيت الداتا رجعت هون ك ون دايمنشن الاري؟ لانه الحلو في التيبل موديل تبعي تي ام، تيبل احنا تي دي سميناه ولا تيبل ايش عرفناه احنا؟ لا التيبل موديل دي ام، دي ام داتا موديل احنا سميناه. فالدي ام تبعتنا هون لازم احكي له روح على الدي ام تبعتنا دوت، في عندي اد ايش؟ يعني واحد بيقول لي انت شو اللي سويته؟ هلا في الريكورد ست تبعت الريكورد ست ريكورد ست بدك واحد، بس انا عم بدور على الموظف الاول ريكورد ريكورد هلا واحد، بعدين مثلا رقم موظف واحد اسمه باسل، بعدين هو مين، بعدين هو تبعته مثلا عمان، بعدين مثلا هو مثلا دينار، بعدين دائرته مثلا 101. شو سويت انا؟ عرفت وين دايمنشن الاري، لانه الريكورد يكون مباشره مع الجزء، عرفت وين دايمنشن الاري اسمها رو، ايش اسمها؟ رو، وتخيلت اياها مش زي ما بقول اياها عم تخيل اياها كالتالي، في الموقع صفر اخذت الرقم واحد، في الموقع واحد حطيت كلمة ايش؟ باسل، في الموقع اثنين ايش حطيت كلمة؟ مين، بعدين في الموقع ثلاثة حطيت كلمة؟ عمان، في الموقع أربعة حطيت كلمة؟ ألف، في الاندكس الثالث هو تبع حطيت كلمة 101. الوان دايمنشن الأري يمكن تركيبها جوا التيبل موديل، التيبل موديل شكله نفس شكل ايش؟ التيبل تبعي. فبعبى السطر الاول، هلا بس الف هيك بصير كل شوي ايش يسوي؟ بدي سطر سطر على ايش؟ على التيبل موديل، بس اخلص الهاي شو باجي بحكي له؟ بحكي له روح على جي تيبل 1 دوت ست الموديل تبعه، ست الموديل تبعه بدي ام الجديد تبعي. بتعبى الجدول تبعي، تعالوا شوفوا معي ها، هات خلينا نشوف، ها شفتوا الست. هلا مثلا انا بدي ادور على الميل، بقول له سير شو اعطاني؟ طيب رجعت قلت له في ميل سيرش ضاف عليها، هلا هون ليش ما عملوش ريست؟ ريست طيب الحل ما عمل ريست، ضاف على القديم، ضاف على القديم ليش؟ بدي ارجع احكي له هون، طلع معي هون رفض الجدول. طب او انا بقول لك خليني طب خلينا نيجي نحكي التيبل داتا موديل قبل هون، اشوف برضه يعمل له نيو داتا موديل. يعني يعمل له اي جدول ثاني، بعدين جي تيبل 1 دوت ست الموديل للدي ام تبعتي. هات اشوف والله اجرب هيك، بسم الله الرحمن الرحيم، سير شيء يمين، لا ما اخذوش. طب نفس الفكره، خلاص اعمل ديسبوز ما اخذوش، نفس الفكره يعني بقدر اعمل هون هي ذس ديسبوز، بعدين نيو جي فريم قديش هذا؟ اثنين دوت ست فيزابل، مع انه في حل اذكى من هيك بس مش ذاكره والله يا شباب، مش مره لضيق الوقت يعني مش طايق الوقت. تعالوا شوفوا معي هون، لا خلينا نشوف سيرش، لا ما اخذهاش ليش؟ والله شوف طب ليش اعترض عليكم؟
ليش بضل يضيف على القديم؟ انا خربطت بشيء، ايش خربطت فيه؟ وبيع عرفته هون، بعدين ايش قلنا له هون؟ ست الموديل للدي ام، ست الموديل للدي ام. دي دي بال 1 زد 6 او استنى بدل ما عندي نشوف وميوتبل طب الله خلينا نشوف. طب الله اجرب شغله بس استحملوني، برجع اعرض الداتا موديل هون وبرجع اعرضه كمان مره هون بشوف برضه ولا برضاش. وانا عرفته جلوبال انا تمام. وين نيو داتا موديل هاي ناس اخذها، معلش استحملوني. هاي شفت اف 6 نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، سيرش طلعت هاي. طيب هاي فيميل سيرش، راح خلص هاي صار يعمل ريفرش مش جلوبال، انه حطيته جلوبال ما كانش يعمل له ديسبوز، هلا صار ايش يعمل له؟ بلاحظ على هاي الذكور هاي جاب لي الذكور، طب هاي الاناث هاي جاب لي ايش؟ بدون ما عمل ديسبوز للشاشه تبعته. فعليا لو نرجع على الجدول تبعنا على الداتا بيس، هاي اشوف مثلا على السيرفيسز، على الداتا بيس اتاكد منها مثلا شو على الامبلوي، عفوا على شو تيبل داتا، وين راحت؟ ايه بعدين معناها هاي هون فيو داتا، هاي الداتا عندنا مين فعليا عندنا الانثى، بس هاي اللي هي يا منى فعليا، بس الانثى الوحيده عندي مين؟ منى، وهو اللي جابها. صعبه؟ انا بحط لكم اياها على الشير، هلا ارجع عند اقارنها في الدار. هلا طب لو بدي اعمل سيرش مثلا بدال الذكور بدي اعمل بناء على الدائره او على المدينه، شو بيفرق عن هاي؟ هو نفس الكود، لا راح ولا اجى. الشيء الوحيد اللي راح اغيره ايش هو؟ انه بدل ما ابحث مثلا من على الجندر بحكي بدي ابحث عن مين؟ عن سيتي، وبعدل هاي بحكي له بالجمله الاس كيو ال وير، مش الجندر، وير مين؟ وير سيتي. بدي ابحث عن الديبارتمنت، شو بدي اقول له؟ كود الديبارتمنت، رقم الدائره اللي بدور عليها، واعمل لي ايش؟ سيرش عليه. والكود نفسه نفسه، الكود ايش؟ نفسه نفسه، بس الفلتر اللي اختلف عندي اللي هي الوير بدها تختلف عندي بالضبط. بس جربوا سووها، يعني هلا هذا كود راح ارفع لكم اياها على الشغل، طابقوا على كودي. انا ورجيتك هون كيف تعبي التيبل باكثر من طريقه، يعني على الصفحه الاولى هاي احنا عملنا التيبل هون، اجينا عملنا تيبل كونتنت يدويا، قلنا له يوزر سبيسيفاي، اليوزر مكتوب لك فعليا شو اسماء الحقول، مين منهم اديتبل، مين منهم كذا، وكم سطر ظاهر عندي في الجدول، انت يدويا بتحطها هون. هون في الـ في النيو جي فريم 2 شو عملت انا؟ التيبل تبعي ميوتابل، قابل للتعديل، بيكبر وبيصغر حسب الداتا ليش ترجع فيه. هناك لا خلص فيه 50 سطر ماكسيموم قديش ما تعرف فيه، طبعا هيك احسن، لانه انت كواقع مثلا اجي احكي لك دائما مثلا انا كجامعه والله دائما كليه العلوم بس فيها 200 طالب، طب سجلنا اكثر راح يظهر لحد ال 200، بعد ال 200 راح يروح. انا بدي اياها فليكسبل تكبر وتصغر، فعشان اعرفها فليكسبل شو عملت؟ عملت شيء اسمه ديفولت تيبل موديل، هذا الديفولت تيبل موديل بنسميه ميوتابل، قابل للتكبير قابل للايش؟ للتصغير. فاعطيته طلع من البدايه لما بلشت قلت كم سطر فيه؟ صفر ولا سطر. يعني ليش بلشت بصفر؟ لانه هذا اصلا فيش اريه بتصير تحجزها من الصفر، هذا زي مبدا اري ليست، تقدر ايش تسوي فيه؟ كبره وتقدر ايش تسوي؟ تصغره، فعشان يكبر ويصغر زي ما بده، ما اعرفش اخل في الجدول احدد له عدد ثابت، حكيت الموديل هذا الداتا تبعتي من نوع اري اوبجكتس وهو فليكسبل دايناميك زي اري ليست، بيكبر وايش؟ وبصغر، بقدر اضيف عليه بقدر احذف منه. فهون صرت انا في جمل الاسترجاع شو صرت احكي له؟ ضف لي سطر سطر على تيبل موديل تبعي او على الداتا موديل تبعي بصير يكبر، بس اخلص كل شيء بقول له اعكسه على الجي تيبل تبعي، خلص بصير اموره ايش مالها. تمام وصلت؟ طيب ضحكت لحد هون، هي خليني اوقف الستوب شير، اوقفنا شير.
وهي ستوب ريكورد.